يقول: ما حكم من يحفظ القرآن أو يحفظ سورة من القرآن ثم ينساه؟ هل هذا كبيرة من الكبائر؟ لا، ليس كبيرة من الكبائر. النسيان ما هو باختيار الإنسان، النسيان يصاب به الإنسان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن ينبغي له أن يتعاهد القرآن والحفظ ويكرره، لأن ضياعه عليه يكون خسارة، يتعاهده ولكن إذا نسي ما هو معصية، هذا ما هو هذا فوات خير، فوات خير وليس هو معصية.